يوم 22/4 ده كان يوم اسود في حياتي، يوم ما احمد اتقبض عليه عشان كلمة لأ. هو اللي يقول كلمة لأ يتقبض عليه؟ ما ناس كتيرة قالت لأ بس جوه الصناديق. احمد نزل بكرتونة الشيبسي وكان يومها بيقول لي انزلي يا ماما قولي اه او لا، لان اللي هم طالبينه ان الناس تعبر عن رأيها ده استفتاء يا ماما. انا هوصل صوتي وهعلنه ان انا بقول لا، مش عشان خاطر حاجة، انا عايزهم يتناقشوا معايا ويشوفوا انا بقول لا ليه. وهو ده اللي حصل دلوقتي على فكرة، ان الدستور فيه عيوب فعلا كتير، وانتوا نفسكم قلتوا انه ما ينفعش ان احنا نعدل التعديلات تحت الدستور. من يوم 22/4 لحد النهاردة احمد في حبس انفرادي ليه؟ ينام على الاسفلت ليه؟ احمد مهندس طاقة شمسية، الحمد لله احمد مش محتاج لحد في حاجة، كل اللي محتاجه ان احنا بلدنا تبقى احلى بلد في الدنيا. مراته كانت حامل وولدت ما شافش بنته، بنته التانية ما عرفتهوش لما شافته، ما عرفتهوش، انا نفسي ما كنتش عارفاه لاني شفته انسان تاني غير الناس. ايه اللي غيرك كده يا احمد؟ يا ماما انا صايم من يوم ما دخلت، ما باكلش غير اكل السجن، واكل السجن احنا الحمد لله مش متعودين على كده، يعني حتى يوم ما بدخله اكل يفضلوا يفعصوا في الاكل بايديهم وبضوافرهم وحاجاتهم اللي تقرف. وبالرغم من ذلك الحمد لله احنا راضيين بقضاء ربنا، بس نفسنا نعرف ايه الجريمه اللي احمد عملها ولحد امتى. خد اخلاء سبيل يوم 18/9، احنا ذنبنا ايه ان تقوم مظاهرات؟ هو كان جوه كان هيعمل ايه جوه؟ النيابه اعترضت وتبدلوا 45/45 عشان ايه؟ حد يقول لنا ويفهمنا احمد عمل ايه.